السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصف الخامس الابتدائي 2025 ترم أول، رجعت لكم بفيديو جديد هنشرح فيه lessons 4 and 5، الدرس الرابع والخامس الموجودين في unit 2 الوحدة الثانية اللي بعنوان I want to be happy، أريد أن أكون سعيد، بيج أو صفحة 84-84. سنة خمسة حلوين، معاكم مس أسماء ياسر. زي ما أنا معوداكم كل فيديو بشرح درس وبحل عليه التدريبات الخاصة بي، بسيب لكم كل الفيديوهات يا أولاد بتاعت الدروس السابقة في يونت 1 أو يونت 2 الوحدة الأولى والوحدة الثانية كلها في قائمة تشغيل الصف الخامس الابتدائي 2025 ترم أول، هسيبها لك تحت في الوصف. هسيب لك كمان في الوصف إزاي تكتب باراجراف وإزاي تكتب إيميل، وهسيب لك صفحة الفيسبوك لو محتاج أي استفسار. سنة خمسة، اللي لسه مشتركش في القناه وفعل زر الجرس يا ريت ينزل يشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. يا اولاد شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان هم كمان يستفيدوا، ادعمنا بلايك عشان ده بيخلينا نستمر. نبدا على طول كده ونشوف الدرس الرابع والخامس والوحده الثانيه جايب لنا ايه. عندنا رايتنج وبروجكت، مشروع. طيب اول حاجه بقول لك listen، استمع، and say، وقل. طبعا كتاب الجنب بيبقى قسم لنا الكلمات زي ما انتم عارفين. اول حاجه المين فوكابولري، المفردات الرئيسيه. السيرة الذاتية يعني ايه يا ولاد؟ بايوغرافي، اللي بتفطر مية يلا يا سنة خمسة، بايوغرافي. بايوغرافي يعني ايه؟ بايوغرافي يعني السيرة الذاتية. اثليت يعني لاعب رياضي، اثليت، اثليت. رياضة التايكوندو، تايكوندو، اللي بتفطر مية تايكوندو، دي لاعبة مشهورة، كانت مشهورة برياضة التايكوندو، هندرسها في الدرس بتاع النهاردة. تايكوندو، منافس يعني كومبيتيتور، اللي بتفطر مية كومبيتيتور. كومبيتيتور يعني ايه؟ كومبيتيتور يعني منافس. ميدالية يعني ميدل، ميدل، ميدل. الكائنات الحية organisms، 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 بتفطر مي organisms. دي طبعا بتتذكر يا ولاد المين فوكابيولاري، عيد الجزء ده اكتر من مرة عشان يثبت معاك. بعد كده عندي الاكسترا فوكابيولاري اللي هي المفردات الايه يا ولاد؟ الاضافية. اول كلمة معانا علم يعني flag، flag، علم، flag. برونزية، bronze، ودي طبعا adjective صفة يا ولاد، bronze، bronze. ذهبي يعني gold، ودي برضو adjective صفة، gold، gold. نجاح يعني success، success، success. تدريب training، training، training. مواد كيميائية chemicals، chemicals، chemicals. أماكن المعيشة يعني habitats، بتفطر مية سنة خمسة لو سمحتوا، habitats، habitats. حوض يعني sink، sink، sink. مصانع factories، factories، factories. الحياة البرية wildlife، wildlife، wildlife. مذهل يعني amazing، وطبعا دي adjective صفة، amazing، ADJ يعني صفة، اختصار كلمة adjective، amazing. مغربي يعني مراكن، برضو adjective صفة، مراكن، مراكن. مستقبل future، future، future. الحياة المهنية career، career، career. تلوث يعني pollution، pollution، pollution. مجاري مائية water bodies، water bodies، water bodies. ها أسباب causes، causes، causes. دورة المياه toilet، toilet، toilet. زراعي يعني agricultural، agricultural يعني زراعي، agricultural، ودي adjective صفة. solutions يعني حلول، solutions، solutions. جائزة يعني ايه؟ يعني prize، 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 وديت برضو جائزة. لذلك يعني therefore، therefore، therefore. شخص رياضي sports person، sports person، sports person. ناجح يعني successful، successful، successful. ضار harmful، harmful، ودي برضو adjective harmful. كابوريا يعني crabs، 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 أو سلطعون، كابوريا أو سلطعون. مياه الصرف waste water، waste water، waste water.
الاستحمام shower shower shower. نتائج أو آثار effects effects effects. قمامة garbage garbage garbage. طيب تعالى نكمل. عندي بعد كده conjugation of verbs تصريف الأفعال يا سنة خمسة بإضافة إيه؟ بإضافة الدي للأفعال اللي نهايتها إيه؟ وإي دي لمعظم مين؟ لمعظم الأفعال. وآي إي دي للأفعال نهايتها واي مسبوقة بحرف ساكن تقلب الواي لآي إي دي. تعال نبدأ بأول فعل منتهي بواي وقبلها حرف ساكن قلبت الواي لآي دي إي دي. يحمل يعني carry الماضي منها carried carry carried carry carried وآخرها واي قبلها حرف ساكن قلبت الواي لآي دي. ينافس يعني compete آخره إي ضفنا له بس إي دي. compete competed compete competed compete competed. harm ها ضفنا له إي دي يؤذي harmed harm harmed harm harmed. avoid يتجنب ماضي منه avoided avoid avoided avoid avoided. practice يتدرب الماضي منه practiced practice practiced ها آخره إي ضفنا له دي بس practice practiced. cause يسبب الماضي منه caused برضو اخره ايه ضفنا له دي cause caused. save برضو اخره ايه ضفنا له دي saved يوفر save saved. destroy يدمر ضفنا له ايه دي destroyed destroy destroyed. ده بالنسبه للافعال اللي هي ايه منتظمه اللي هي الريجولار فيربس باضافه الدي والاي دي والاي دي. الريجولار فيربس الافعال الغير منتظمه بقى عندي present مضارع برضو وباست ماضي. began يبدا began بدا began 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 began. become يصبح الماضي منه became become became. throw يرمي الماضي منه throw throw throw. ودي افعال ملهاش قاعده يا ولاد بتحفظ كما هي. win يفوز الماضي منه won win won. lose يخسر الماضي منه lost lose lost. take ياخذ الماضي منه took take took. تعالوا نكمل لسه مكملين في I want to be healthy الوحدة التانية الدرس الرابع والخامس. عندي expressions تعبيرات and phrases وجمل. دوري الألعاب الأولمبية في طوكيو اسمه طوكيو أولمبيك جيمز طوكيو أولمبيك جيمز طوكيو أولمبيك جيمز. في عمر ال at the age of at the age of at the age of. احتياجات خاصة special needs special needs special needs. لحظة خاصة special moment special moment special moment. بالإضافة إلى ذلك moreover as well as this moreover as well as this. بقدر المستطاع as much as possible as much as possible. ولد في اليوم was born on with day اللي هو ولد فيه اللي هو اليوم يعني was born on with day اللي هو ولد فيه. أولمبياد ريو ريو أولمبيكس ريو أولمبيكس ريو أولمبيكس. ينافس ضد compete against compete against compete against. مشهور be famous for famous for. كبار السن old people old people old people. بطل بطولة دورة ألعاب ذوي الهمم والمعاقين اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة يا ولد اسمه ايه Paralympic champion يعني بطل بطولة دوري ألعاب ذوي الهمم والمعاقين Paralympic champion Paralympic champion. هنا بيقول لي take care. لاحظ كده بقى ان Olympics هي ألعاب او هي دورة الألعاب الأولمبية للرياضيين العاديين Olympics. لكن Paralympics دي هي دورة الألعاب الأولمبية للرياضيين المعاقين او من ذوي الهمم. whom قد تأتي بمعنى موطن او بيئة. خلاص يا ولاد عرفنا ان اولمبيكس لو قلت اولمبيكس بس دي الدوري دوره الالعاب الاولمبيه الخاصه بالرياضيين العاديين اللي ما عندهمش مشاكل. لكن بارالمبيكس الناس اللي عندهم ايه ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي الهمم. هنا بيقول لك جمل هامه important sentences يعني جمل ايه يا ولاد جمل هامه. اول حاجه هدايه ملاك مالها is a famous Egyptian taekwondo player هي لاعبة تايكواندو مصرية مشهورة. She began practicing taekwondo at the age of 7. هي بدأت ممارسة التايكواندو في سن السابعة. She won هي كسبت the bronze medal الميدالية البرونزية
at the Rio Olympics في الأولمبياد الريو. هداية is also a very kind person, هي شخص لطيف جدا, وهنعرف النهاردة في الدرس بتاع النهاردة هي ليه شخص لطيف. She wants to win, هي عايزة تكسب a gold medal بالميدالية الذهبية. ماشي, تعالى نشوف بقى عندي هنا choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. بعد ما أكون ذاكرت كويس يا سنة خمسة بقدر أحل الكويس ده بمنتهى السهولة. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقتنا. أول حاجة بقول he likes sports, هو بيحب الرياضات. ها he is an, هو إيه؟ سن طالب, athlete لاعب رياضي, worker عامل, ولا teacher مدرس, طبعا لاعب رياضي. تاني I put the نقط in the bin, أنا حطيت إيه في سلة المهملات؟ حطيت garbage اللي هي القمامة, يبقى بين سلة مهملات. One of the نقط of dirty water is making people ill, إيه اللي بيكون في المياه المتسخة بيجعل الناس إيه؟ مرضى. هنقول إيه؟ effects المياه المتسخة أو آثار المياه المتسخة إن هي بتجعل الناس إيه؟ مرضى. waste water, ها مالها؟ نقط water pollution, انا عايز اقول ان هي المياه دي بتأثر ايه؟ بتسبب تلوث المياه, بتسبب يعني causes. بعد كده نقط are all the living things in the water, هنقول ايه؟ هي بتكون الكائنات الحية في المياه, organisms الكائنات الايه الحية. means بيعني to make someone hurt, انك انت ايه اذيت شخص ما, هنقول ضار, harmful يعني ضار, معناه انك اذيت شخص. تعالوا نكمل, وصلنا للجزء الرايتنج في في الدرس يا اولاد. sports biography يعني سيرة ذاتية رياضية. مين اللي هنتكلم عنها النهاردة يا اولاد؟ هنتكلم عن سيرة الذاتية بتاعت هداية ملاك. look and read, انظر واقرأ. جايب لي صورة هداية ملاك وبيقول لك who is she, من هي؟ هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player, هي لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة. she is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021. this is amazing, بيقول لك ان هداية ملاك دي يا ولاد هي واحدة من الاثنين الذين رفع العلم المصري في الألعاب الأولمبية بطوكيو في 2021, وده طبعا this is amazing يعني هذا رائع. why is she important, لماذا هي مهمة؟ طبعا دي صورة هداية ملاك اهي وهي بترفع علم مصر. ليه هي مهمة يا ولاد؟ قالك هداية was born, اتولدت on April في 21 في 21 ابريل 1993 في 1993. she began practicing taekwondo, هي بدأت تمارس رياضة التايكوندو at the age of 7 في عمر السابعة من عمرها, and won many prizes, وكسبت الكثير من الجوائز يا ولاد at the age of 14 في سن ال 14. she won the bronze medal, هي كسبت الميدالية البرونزية at the Rio Olympics in 2016 في 2016 في ألعاب الإيه؟ في الألعاب الأولمبية بتاعت الريو. تمام, she also won, هي كسبت كمان the bronze medal الميدالية البرونزية in Tokyo in 2021 في 2021. ماشي دي حاجة, خلاص عرفنا مين هي هدايا ملاك ولماذا هي مهمة. طيب who did she help in 2016, مين اللي ساعدته هدايا ملاك في 2016؟ هدايا is a very kind person, شخص لطيف جدا. in 2016 في 2016 she helped American athlete, مركان الاسليت يعني لاعبة مغربية with special needs, من ذوي الاحتياجات الخاصة. اسمها ايه بقى؟ اسمها يا ولاد اسمها ايه؟ اسمها رجاء جرماش او رجاء جرماش. رجاء had no one to compete against, ما كانتش لاقي حد ينافسها, so لذلك هدية became, اصبحت her competitor المنافس بتاعها, and lost, وكمان خسرت. رجاء ايه اللي حصل؟ كود زير فور بعد ذلك يعني طبعا هي كسبت ايه؟ وين, لذلك هي كسبت the gold medal الميدالية الذهبية, and it was a very special moment for her, ودي كانت لحظة خاصة جدا بالنسبة لها. طبعا ما كانتش لاقية منافس, وطبعا هداية تطوعت ان هي تكون المنافس بتاعها وكمان خسرت قدامها. طيب
What does she want for her future؟ ماذا تريد في مستقبلها؟ What does هداية do now؟ وبتعمل ايه هداية الان؟ She is practicing hard، تتمرن بجد. She really wants to win a gold medal، تتمنى ان هي تفوز ايه بالميدالية الذهبية. طبعا يا ولادي هداية ملاك من الابطال اللي بصراحة دخلوا ميداليات لمصر. هداية ملاك is a famous Egyptian، هي ايه؟ مصرية مشهورة. نقط بلاير، لعبة ايه مشهورة يا ولاد؟ تايكواندو. طيب هداية is a very نقط person، يا شخص ايه؟ عشان ساعدت راجا، شخص kind. طيب هداية won the نقط ميدل، كسبت ايه في طوكيو؟ in طوكيو in 2021 كسبت الميدالية البرونزية. هداية helped اول نقط، ساعدت لاعبة رياضية ايه يا ولاد؟ to win a gold medal، عشان تفوز بالميدالية الذهبية. مراكن اللي هي مغربية. تعالوا نكمل بعد كده يا سنة خمسة، عندي read and notes، اقرأ ولاحظ. بقول لك how to write a sports biography، ازاي تكتب عن سيرة ذاتية. لما دي تكتب عن سيرة ذاتية يا أولاد، أول حاجة introduce، بتعرف أو بتقدم the person، الشخص، giving their name، وبتقول لنا اسمه. زي فوق كده لما جينا نتكلم عن هداية ملاك، بدأنا نقول اسمها أول حاجة. دي ماشي، دي رقم واحد. رقم اتنين say why they are famous and give details about their sport، بتقول سبب شهرته وبتقدم تفاصيل عن الرياضة بتاعته. لو مثلا هنتكلم عن محمد صلاح، أول حاجة بنذكر محمد صلاح. بعد كده بعد ما بنذكر محمد صلاح بنقول ليه محمد صلاح مشهور، وبنبدأ نقدم تفاصيل عن رياضة كرة القدم. بعد كده give more details، بتدي مزيد من التفاصيل about their success، عن النجاح. And why they are interesting or important، لماذا هو مثير أو مهم. بعد كده يا ولاد بنقول say what you think could happen next for their career، وبتقول بعد كده ايه اللي هيحدث في حياته المهنية اللي بعد كده. يعني مثلا هنا write notes، اكتب ملاحظات for a sports biography. Use the following phrases to help you، الجمل دي هتساعدك. لو هو ولد بتقول he، لو هو بنت بتقول she. بتقول he was born on، وبتقول مولد ايه؟ عيد ميلاده. ها ايه he او she began، بدأ امتى؟ he او she was the first. ها he او she was او is successful because، هو نجح because ايه؟ لانه ايه؟ he won او she won ايه؟ كسب ايه؟ he او she is also moreover، هو ايضا عمل ايه؟ ومع ولذلك as well as this، كل الحاجات دي بتساعدك يا ولد. طيب هنا بقى جايب لك بيقول لك write a biography of about 30، اكتب سيرة ذاتية من 30 كلمة مستخدما فيها ايه؟ guiding امس، الارشادات اللي انت شفتها عن اللاعب الرياضي المشهور محمد صلاح. وقول why is he important، لماذا هو مهم. What does he do now، وهو بيعمل ايه الان. حاول تكتب لي دول في الهومورك يا سنة خمسة، تمام؟ او اكتبها لي تحت في الكومنتس او عن طريق صفحة الفيسبوك، اراجع معاك الباراجراف ده، باراجراف مهم ولذيذ جدا جدا. تعالوا نكمل. وصلنا بعد كده للبروجكت، للمشروع بتاعنا. بيقول لك ايه بقى؟ less polluted city، مدينة اقل تلوثا. أول حاجة بيقول لي water pollution، تلوث المياه. when harmful chemicals go into water bodies like rivers, lakes and seas we call this water pollution. بيقول لك لما المياه بتتسرب فيها مواد كيميائية ضارة إلى المجاري المائية زي الأنهار والبحيرات والبحار، بيطلق على هذه الظاهرة تلوث مياه. يبقى لما البحار والأنهار والبحيرات بيتسرب ليها مواد كيميائية، يبقى كده عامل التلوث مائي. water pollution، التلوث المائي، can kill، ممكن يقتل organisms، الكائنات الحية that live in the water، اللي بتعيش في المية، such مثل as fish، الأسماك، birds، الطيور، and crabs، والسلطعون أو الكابوريا. it can also kill birds، وكمان بتقدر تقتل الطيور that eat the fish، اللي بتاكل السمك من البحيرات والحاجات دي. يعني السمكة هتكون متلوثة، فبالتالي هتلوث ايه؟ هتلوث الطعام بتاع الطيور. water pollution can cause، ممكن يسبب ان animals to lose، ان هي تخسر their homes، الموطن بتاعهم،
and change their habitats وبتغير أماكن معيشتها. لما بتلاقي المكان ده متلوث فهتبدأ تمشي من المكان ده وتروح تعيش في مكان تاني وتغير الموطن بتاعها. تعالوا نكمل. ايه هي الكوسز الاسباب اللي تسبب التلوث المائي؟ ايه هي الافكتس التأثيرات؟ وايه هي السولوشنز الحلول؟ اول حاجة الاسباب اللي سببت التلوث المائي قالك waste water from sinks, toilets and showers. مياه الصرف من الاحواض والمراحيض والاستحمام بتسبب تلوث مائي. كمان waste water and the chemicals from factories، بقولك مياه الصرف والمواد الكيميائية اللي بتطلع من المصانع. دي طبعا أسباب اللي بتسبب تلوث مائي. تالت حاجة waste water، لمياه الصرف from agricultural، من الأراضي الزراعية land and cities، والمدن into rivers اللي بتتسرب للأنهار. زي ما انتم شايفين دي صورة يا ولاد للمية اللي طالعة من المصانع اللي بتنزل على طول في الأنهار وبتلوث المية. طب ايه هي الافكتس اللي ممكن تحصل لما يحصل تلوث مائي؟ قالك dirty water، المياه القذرة او المتسخة، can make children and old people، بتجعل الاطفال والناس الكبيرة في السن ill، مرضى. كمان polluted water، المياه الملوثة، destroys، بتدمر wildlife، الحياة البرية، and rivers، في الانهار، بتخلي طبعا ايه الاسماك والحاجات دي بتموت. ايه هي الحلول بقى يا مس لما دي الاثار؟ قالك الحلول انا عندي حوالي أربع حلول. الحل الأولاني save as much water as possible، وفر مية قدر ممكن، يعني أكبر قدر ممكن من الماء. توفره إزاي؟ أنت دلوقتي مثلا لو بتاخد take shower shorter showers، لو بتاخد take shorter showers بتاخد shower قصير، يعني بتاخد بتستحمى لفترة قصيرة، فبالتالي أنت كده بتوفر ماء. اتنين avoid running water، لما بتيجي تغسل وشك مثلا ما تفضلش فاتح المية على الفاضي، لا افتح اغسل وشك وبعدين اقفل تاني وهكذا. never throw، اوعى ترمي garbage كمامة in or near a lake or beach، من القرب من بحيرة او شاطئ. كل دي يا ولاد حلول تقينا او تبعد عننا التلوث المائي. يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس ده. دي سنة خمسة. جايب لي بقى سؤالين. How can water pollution harm animals؟ ازاي التلوث المائي بيأذي الحيوانات بسبب المواد الكيميائية اللي بتتصرف فيه؟ How can we make our cities less polluted؟ ازاي نخلي المدينة بتاعتنا اقل تلوث؟ طبعا هنروح للمدينة بتاعتنا لما تكون اقل تلوث هنكتب ايه الحاجات دي يا ولاد. شايفين الجزء ده؟ ده اجابة السؤال رقم ايه؟ 2. ده رقم 2. والسؤال الاولاني ازاي التلوث المائي بيأذي او بيضر الحيوانات؟ هنقول ان هو عن طريق ايه؟ هنقول ان هو بيقتل الحيوانات بسبب الكيميكالز اهو. harmful chemicals go into water bodies، كل ده بيأذي ايه؟ دي جابت سؤال نمبر 1. تعالوا نكمل. وصلنا يا سنة خمسة للجزء بتاع الحل على lessons 4 and 5، درس الرابع والخامس. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ولاد وفعل زر الجرس ينزل يشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا سنة خمسة، ويدعمنا بلايك، شارك الفيديو ده مع اصدقائه. choose، اختار the correct answer، الاجابة الصحيحة from A B C or D. اول حاجة water اللي هي المياه. نقط is a very dangerous problem، هنقول ايه؟ water pollution، التلوث المائي خطر جدا او مشكلة خطيرة. تاني حاجة when harmful not go into water we call، احنا بنسمي ده this water pollution. لما ايه يا ولاد؟ لما الكيميكالز المواد الكيميائية الضارة بتتسرب للمياه بنسمي ده تلوث مائي. طيب بعد كده can kill organisms، مين اللي بيقتل الكائنات الحية؟ الwater pollution، التلوث المائي. تمام. بعد كده polluted water، المياه الملوثة، destroys، بتدمر wildlife، الحياة البرية، in، بتلوثها بتدمرها يا ولاد، وايه؟ في الريفرز في الانهار. not throw garbage in or near a lake or beach، عايزين نقول ايه؟ never يعني ما ترميش ابدا القمامة بالقرب من البحيرات او البحيرة او ايه الشاطئ. بعد كده not as much water as possible، بنقول save، يعني ايه save؟ يعني حافظ على المية قدر الامكان.
My brother أخويا won a prize كسب جايزة not the age of 15. هنقول إيه؟ هنقول at، يعني في عمر إيه؟ 15. She is good at sports، هي جيدة في الرياضات. She is a famous، هي لاعبة رياضية إيه مشهورة؟ athlete. تعالوا نكمل نقرأ القطعة دي ونحل على طول. هدية ملاك أو هداية ملاك is a نقط تايكواندو player، هنقول إن هي إيه؟ لاعبة تايكواندو famous مشهورة دي number one. هنكتبها هنا يا سنة خمس. بعد كده she was not in أو on April 21 1993، هنقول إن هي born، اتولدت دي نمبر 2، هنكتبها هنا يا سنة خمس. طيب she carried، هي حملت the Egyptian نقط at the Tokyo Games in 2021، هي حملت ايه؟ حملت علم مصر الفلاج، فلاج يعني علم، هنكتب كلمة فلاج نمبر 3 هنا. طيب she ها began practicing، هي بدأت تتمرن at the age of 7 في عمر السابعة. she won a bronze نقط، هي كسبت ايه؟ in 2016 and 2021، هي كسبت ميدالية برونزية ميدال دي نمبر 4. هنكتب نمبر 4 فين؟ هنكتب نمبر 4 هنا. طيب هنقرأ القطعة ونحل على طول. when harmful chemicals، لما المواد الكيميائية الضارة go into water، بتتسرب لـ water bodies، للمسطحات المائية أو المجاري المائية like rivers زي الأنهار، lakes البحيرات and seas والبحار، we call this، احنا بنسمي ده water pollution. water pollution اللي هو التلوث المائي، can kill organisms، بيقتل الكائنات الحية that live in the water، اللي بتعيش في المية such as fish مثل السمك، birds الطيور and crabs والسلطعون او الكابوريا. it can also kill birds، بيقتل الطيور that eat the fish اللي بتاكل السمك. water pollution التلوث المائي can cause، ممكن يسبب ان animals الحيوانات تلوث، تخسر their homes موطنهم and they change their habitats وتغير مكان عيشتها. we should save as much water as possible، ممكن نحافظ على المية قدر الامكان. we shouldn't throw garbage، ونرميش القمامة into in or near a lake or beach، من قريبة من البحيرة او ايه الشاطئ. اول حاجة يا سنة خمسة بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان the general idea، الفكرة الرئيسية of the text من النص is about عن نقط pollution، water pollution هو التلوث المائي. the underlying كلمة تحت خط اللي هي garbage means بتعني trash، كمامة، الاتنين بيساووا بعض، وبتساويهم كمان كلمة leader كمامة برضو. what are water bodies، ايه هي المسطحات المائية يا ولاد او المجاري المائية؟ طبعا المسطحات المائية اهو water bodies like rivers lakes and seas، دي اجابة السؤال رقم 3. هنكتبها فين يا سنة خمسة؟ هنكتبها هنا. what can polluted water kill، التلوث بيقتل مين؟ water pollution او can kill organisms، بيقتل الكائنات الحية that live، اللي بتعيش in the water such as fish birds crabs، دي اجابة السؤال رقم 4. نكتبها فين يا سنة خمسة؟ هنكتبها هنا. عندي بعد كده ترتيب جمل زي ما انتم شايفين كده، نبدأ على طول ايه حل فيهم. هداية مالها هنقول is a famous Egyptian taekwondo player، لعبة تايكواندو ايه مشهور. dirty water يعني المياه الايه المتسخة، can ممكن تعمل ايه make children، تعمل أطفال ill، تسبب لهم المرض. we بعد كده we must يعني يجب علينا، ها we must هنقول we must work، ان احنا نعمل we must work hard، نعمل بجد to stop عشان نوقف البلوشن التلوث. بعد كده polluted water المياه الملوثة destroys بتدمر wildlife الحياة البرية in rivers في الأنهار. بعد كده عندي بنت كويت what does، طبعا هدية هنا يا ولادة تبقى ال H capital عشان دي ايه اسم شخص، ها
وبعد كده هنحط علامة ايه استفهام في الاخر، لان ده ايه يا ولاد، لان ده سؤال. طيب بعد كده هنقول هداية was born in April، كلمة April هنا هتبقى الايه كابيتال لان ده شهر والشهور بتبدأ بحرف كابيتال، وبنحط في الاخر هنا نقطة لان دي جملة عادية. هنا بيقول لي كلمي عن هداية ملاك، مجاب عنها في نهاية الكتاب صفحة 307، وبرضو اتكلمنا عنها في الدرس بتاع النهاردة مجاب عنها بالتفصيل. كده خلصنا الدرس الرابع والخامس يا سنة خمسة، طبعا في الوحدة التانية. لسه مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حيا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا سنة خمسة. يشارك الفيديو ده مع أصدقائه عشان هم كمان يستفيدوا، يدعمنا بلايك. هسيب لك تحت في الوصف زي ما قلت لك في أول الفيديو قائمة تشغيل الصف الخامس الابتدائي، فيها جميع الدروس اللي فاتت مشروحة ومحلولة سواء كتاب الجيم أو المعاصر حسب أنت معاك نسخة إيه، وهسيب لك إزاي تكتب إيميل وإزاي تكتب إغراء. أتمنى لكم التوفيق جميعا يا سنة خمسة. كانت معاكم مس أسماء ياسر.